هاي جايز، اهلا بكم على قناة سمر تايم. وحشتوني اكيد زي كل مرة. بشكركم جدا على كل السبورت اللي بتعملوه للفيديوهات بتاعتي. اخر فيديو يعني حطم الارقام القياسية في المشاهدة. بنبسط قوي من الكومنت بتاعتكم والفيدباك اللي بتكتبوها. فيديو النهاردة كولابوريشن مع قناة حنان ماكلارتي. حنان انتوا تعرفوها، بتشوفوا الفيديوهات بتاعتها بالذات الفلوجز هي واولادها، حاجة يعني رهيب. هتملي بيسيب لي كومنتس وكانت يعني very supportive. عرفتها من حوالي سنة ونص، ومن اول سنة ونص دي واحنا عايزين نعمل فيديو كولابوريشن مع بعض، بس مفيش اي يعني انتاج حصل. بس اخيرا يعني اتفقنا على حاجة وقررنا ان احنا نعمل فيديو، وزي ما شايفين من العنوان هيكون عن الدراج ستور برودكت. اكيد تروحوا تشوفوا قناة حنان عشان تشوفوا هي ايه الدراج ستور برودكت اللي هي بتحبها ومتقدرش تعيش من غير. انا اخترت 10 دول، فعلا 10 دول يعني ما اقدرش ان انا يعني عادي يوم من غير ما استعملهم، ولو خلصوا لازم اروح اجيب نفس الحاجة تاني. فاتمنى الفيديو يعجبكم ويلا نبدأ الفيديو. اول حاجة هبدأ هي العناية بالبشرة. لوريال يوث كود بدأت استعمله حوالي من 7 شهور. الاستاذ دوت ممتاز جدا، يعني خفيف جدا على البشرة. بحطه تحت الكريم اللي هو اليومي اللي انا بستعمله عادي، ما بيتقلش البشرة خالص. هو المفروض ان هو تكستشر بيرفكتور، يعني بيظبط التكستشر بتاع البشرة. انا بالنسبة لي كانت عندي مشكلة ان عارفين القشرة بتاعت البرتقانة بتبقى تملي فيها زي خروم كده، او البشرة تحس انها مش ملسة مش ناعمة. كمان ان انا عندي حبوب كانت بتطلع بسبب يعني بشرتي دهنية وكده، فكانت تملي بتسيب اثر في اي بقى سكن حوالين المنطقة بتاعت الحبوب دي، بيبقى مظبوط جدا، بينعم البشره جدا. من ساعه ما بدات استعمله اوقات كتيره جدا بخرج من غير ميك اب، بس لاحظت ان انا لما بستعمله فتره اطول يعني بحس ان خلاص البشره بترجع تاني اللي هو الشكل الطبيعي بتاعها. فساعات باخد بريك منه، يعني ساعات بحطه كل مثلا اسبوع، اخد مثلا يومين ما احطهوش في الروتين بتاعي. تاني حاجه برضو ليها علاقه بالعنايه بالبشره، الكلين اند كلير اكني ميديكيشن. ده الشكل بتاعه. ده عبارة عن كريم لمعالجة الحبوب بس مش للبشرة كلها، ده بيتحط بس على يعني لو انا عندي حباية مثلا هنا بحطه عليها بالليل ولا قبل ما انام، في خلال 24 ساعة برضو تقدري تشوفي النتيجة. انا مثلا قبل كده كانت لما تطلع لي حباية بتقعد بالاسبوع، يعني بجد من غير مبالغة بسبع ايام تفضل وتقعد تكبر وتوجع وتحمر. من ساعة لما عرفت البتاع دون، اول بس لما احس ان في حاجه ممكن تطلع بروح احطها، تاني يوم على طول ما بيبقاش موجود. لو طلعت اوريدي برضو بفضل احط منه علشان ما تكبرش وما تنتشرش. عارفين انتوا الاستريس ان لما تطلع حبايه والاستريس انك عايزه تتخلصي منها، كل ما تبصي في المرايه تلاقيها طالعه لك وتقرفي في الميك اب وممكن تتلوث وتنتشر في الوش كله، الكميه الاستريس دوت ممكن تطلع حبوب اكتر. على الاقل انا عارفه ان الحبايه حتى لو خدت يومين عارفه ان هي بتتعالج، فمش هبقى قلقانه ومش هبقى عايزه اتخلص منها زي الاول. فدي حاجه نفسيا منتلي عندي انا، معرفش انتوا وضعكم ايه، بس انا بالنسبه لي يعني بيريحني بيطمني نفسيا. متاكده ان هو موجود في مصر ودبي والسعوديه يعني، وسعره معقول مش غالي. كلين اند كلير معروفه في كل حاجه. البرودكت الثاني اللي انا عايزه اتكلم عنه، وده حاجه موجوده في كل بيت، فازلين. تستعمليه في كل حاجه، يعني مش فاضل غير ان احنا نستعمله في الاكل. انا بحبه جدا 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 للعنايه بالشفايف. احنا داخلين على موسم الشتاء والتشققات وان احنا ما بنشربش ميه كتير، كل الحاجات دي بتاثر على الشفايف. ففازلين قبل ما انام لازم احط منه، تاني يوم الصبح تصحي تلاقي شفايفك دي عامله زي البيبي بالظبط. بعد كده حاجه ليها برده عنايه بالبشره بس مش للوش بقى، يعني حاجه للجسم، اللي هو الجوانتي. ده بيستعملوه للحمام المغربي او السكراب. ممتاز ممتاز ممتاز، حياتك هتتغير 180 درجة. دي الليفة بتاعتي، دي اللي انا بستحمى بيها كل يوم. انا جسمي من النوع اللي بيعلم بسرعة، ولما بتعلم بتقلب بثواب. بارم لاين ده ممكن يكون تالت جوانتي انا اشتريته. بجد بحس ان بشرتي بتنضف، وبحس ان فعلا بيشيل طبقة يعني بقع سواد قاشف ساعات. بديك احساس كده ان الدنيا كلها كده نطفت،
بتشوفي حتى النتيجة في المية بتاعت الشاور بتلاقي حاجات لونها غامق كده بتنزل. الحاجة التانية اللي أنا عايزة أتكلم عليها غسول للمنطقة الحساسة، العناية بالمنطقة دي مهمة جدا في أي مرحلة عمرية. غسول عادي جدا زي أي غسول للبشرة أو غسول للجسم، بس هو متخصص للمنطقة. أنا في العادي بستعمل الشاور جل عادي بغسل بيه جسمي كله، بس تتمنى أحس إن في كده إحساس، يعني عارفين إن البشرة ناشفة، بالنسبة لي إحساس إن الدنيا تبقى دراي كده مش مكانش لطيف. بس من ساعة لما بدأت أستعمل دوت ممتاز جدا، لأنه مخصوص للمنطقة دي ما بينشفهاش، بيقتل البكتيريا اللي هي المضرة. دي حاجة لازم تبقى في الروتين بتاعك، مهمة جدا جدا جدا. الماركة دي اسمها فيجيزيل، في حاجة تانية اسمها سامر إيف، دول اللي موجودين في أمريكا. في مصر بقى أو في الدول العربية معرفش، ممكن يكونوا موجودين بنفس الماركات، بس أكيد في حاجات alternative. البرودكت رقم 5 ليب لاينر، ده مستحيل استغنى عنه، ويا رب ما يخلصش ويا رب ما يبطلوش يعملوه. سكسي موف من جوردانا. جوردانا دي من الماركات الرخيصة جدا على فكرة في امريكا. هو عبارة عن ليب لاينر، انا بستعمله كليب لاينر وبستعمله ساعات كأنه هو الليب، يعني الليب كولر لونه طبيعي، وبحس ان هو ممكن يمشي مع اي درجة بشرة. لونه فعلا طوبي، هو نفس اللون اللي هو الموجود ده، بحبه جدا جدا جدا، من البلاينرز اللي ممكن استعملها بصفة يومية، يعني ممكن انام بيه كمان، ما عنديش اي مشكلة خالص. حاجة تانية ليها علاقة بالليبس، ليب ستيك ميك مي بينك من ميبلين. عارفين لما بتلاقوا اللون اللي هو يمشي معاكوا وتحس ان هو اللون ده بتاعكوا لايق عليك جدا، وبيخلي كل حاجة تحس انها كده مظبوطة. اللون ده لونه ممتاز جدا، هو لون بينك عادي جدا، في لمعة بسيطة، ما هواش مات بس ما هواش برضو يعني جلاسي قوي. The perfect lip color. حاجة بعد كده برضو في الميك اب، Dark Circle Eraser من Maybelline برضو، ده اكتشاف. التكشر بتاعه ممتاز، بيتوزع بسهولة جدا، بحس ان هو بيثبت في مكانه ما بيتحركش، ما بيعلمش تحت العينين خالص. انا بقعد 8 ساعات في الشغل ما بيتغيرش. وهقول لكم على حاجه انقح كمان، انا حطيته على تحت عينيا وكنت رايحه البحر، تخيلوا بقى من الصبح لحد بالليل مع الميه، وانا يعني ساعتها يعني اتغبيت شويه في الميه وخدت كام موجه غرقوني وفطسوني لحد ما روحت البيت واخدت شاور، انا تحت عينيا ده ما اتحركش. لما بشيله بالمزيل بتاع الميك اب بيطلع بسهوله جدا. الحاجه بس الوحيده اللي ما بحبهاش فيه اللي هو الابليكيتور بتاعته، مش عارف بحس ان البتاعة دي مش نظيفة وبحطها على عينيا فبتقلقني. البرودكتس الرقم 9 اللي قبل الاخير، برونزر. انا برضو برونزر من الحاجات اللي كنت بدور عليها كتير جدا، بس عارفين الاندر تون بتاع البرونزر لما بيبقى مش مظبوط بيبوظ الوش تماما، يعني في درجة تون اورانج او محمر او جراي، دي مهمة جدا انك تاخدي بالك منها. نوان سالما حايك بستعمله في كل الفيديوهات، اكيد شفتوه. ده موجود في امريكا في اي دراج ستور، لونج، سي في اس، والمارت، والجرين. الكوليكشن بتاع سالما حايك انا معرفش اذا كانت متوفرة في الدول العربية ولا لا، لو حد في الدول العربية في السعودية او في مصر او دبي ويعرف ويسمع عن الماركة ديت هل هي متوفرة ولا لا، يا ريت يرد يعرفني ويعرف الناس اللي بتسأل. الحاجة الأخيرة هي عبارة عن فرشة ميك اب، دي جبتها من سوبر ماركت من وومر، ايكو تولز. دي فرشة اي شادو، عندي فرشة الباودر وعندي فرشة اي شادو تانية وعندي فرشة كونسيلر منها، 4 سنين بغسلها وبستعملها مفيش شعراية واحدة وقعت منها أبدا. اسمها ايكو تولز لأنها معمولة من مواد طبيعية ريسايكل. بس كده وصلنا لنهاية الفيديو، ياريت يكون الفيديو ده رد على اسئلتكم بخصوص حاجات معينة. ما تنسوش تروحوا تشوفوا قناة حنان ماكلارتي عشان تشوفوا برضو ايه البرودكتس، انا نفسي لسه معرفهاش فانا برضو هروح اتفرج على الفيديو. وعايزة اقول حاجة، حنان عندها ما شاء الله الله اكبر يعني 3 ولاد ربنا يخليهم لها، فبالتالي احتياجاتها هتبقى مختلفة عني شوية. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، اسئلتكم، اقتراحاتكم، كومنتاتكم ما تنسوش تسيبوها لي تحت الفيديو، وهشوفكم في الفيديو اللي جاي.